ايضا لمحمد بن بطحان المنصوري، ونؤكد دائما على ان قوة المنافسات حاضرة هنا، واسماء حتى وان كانت في هذا العمر الصغير ولكنها استطاعت ان تحجز لنفسها المكان المرموقة من خلال ما سجلت من انجازات متعددة، ومنها سراب الذي اضاف النقطة الثانية له او النقطة الثالثة له والسيارة الثانية له في هذا الموسم لعبد الهادي بن سعيد الشهواني، الى جانب اسماء كبيرة ننتظرها ان شاء الله هناك في السنوات القادمة عندما تتدرج في الفئات العمرية. ننطلق إذن مشاهدينا الكرام ونتواصل مع بداية الشوط الرابع عشر، وهو شوط خاص بالمفاريد القعدان ضمن الأشواط الإنتاج المفتوحة، ونتواصل مع المركز الأول، وهذه المراكز التي سرعان ما تتبدل، وهذا الشيء عندما دل فإنما يدل على القوة والتنافس المميز وتقارب المستويات. ننطلق إذن مع المركز الأول مع هجام. هجام إذن بدأ في هجومه على الصدارة للسيد سلطان بن غويث الوهيبي، بينما النقلة على المركز الثاني. ننتقل على المركز الثاني ونتابع من يحتل المركز الثاني، شاهين للسيد أو المركز الأول هجام للسيد مسفر بن محمد بن زومان الهاجري، هو من يحتل المركز الأول. إذن هنا المقدمة مع هجام، مسفر بن محمد بن زومان الهاجري، والنقلة على المركز الثاني. شاهين يحتل المركز الثاني للسيد نايف بن سالم بن رحمة الشامسي، والدور على المركز الثالث. المركز الثالث شاهين لعلي بن سعيد بن سرود المنصوري، ويطمح إلى تسجيل نقطة ثانية في هذا اليوم بعد أن سجل نقطة صباحية في هذا الصباح. نتابع المركز الرابع. المركز الرابع الآن ما شاء الله سراب، سراب ينطلق ويغير إلى المركز الثاني بشعار الباهرة. انطلق سراب إذن، محمد بن حمد الوهيبي ينطلق في المركز الثاني، بينما المتابعة للمركز الخامس. نتابع المركز الخامس، وهنا شاهين لسهيل بن حارب بن محمد الخيلي. أعود إلى مقدمة هذا الشوط، هناك هجام، هجام في هجوم، في هجوم بخطة أصيلة. أربعة أربعة ثلاثة ولا أربعة ثلاثة ثلاثة، ما شاء الله هجوم كاسح على المقدمة. هجام هجم هجم هجام على المركز الأول. مسفر بن محمد بن زومان الهاجري إذن يتصدر الجموع وينطلق في المركز الأول في المركز المميز. سلام بالهجوم، سلام نهجم عليه بالسلام، خلونا نهجم على هجام بالسلامات وبالتهاني، وعلى مالك مسفر بن محمد بن زومان الهاجري السلام والتحية والتقدير والإشادة على ما قدمه هجام لنا في هذا الشوط الثاني. والناموس المركز الثاني كان من نصيب سراب لمحمد بن حمد الوهيبي. المركز الثالث جاء فيه شاهين لعلي بن سعيد بن سرود المنصوري. المركز الرابع راهي للسيد سيف بن محمد الراشدي، والمركز الخامس سراب للسيد علي بن مهير بن كليب الكتبي. هي النتيجة إذن المشاهدين الكرام للمراكز الخمسة الأولى، وهنا لعادل التوقيت الزمني لحظة وصول هجام الذي هجم على خط النهاية وهجم على المركز الأول وعلى ناموس دقيقتين 58 ثانية 14 جزء من الثانية. تهانينا إذا لمسفر بن محمد بن زومان الهاجري على فوز هجام بالمركز الأول. أما المركز الثاني فكان من نصيب سراب الذي قطع المسافة في 3 دقائق ثانية 11 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن حمد الوهيبي على فوز سراب بالمركز الثاني. أما المركز الثالث فكان من نصيب شاهين، فقطع المسافة بدوره في 3 دقائق 5 ثواني 30 جزءا من الثانية. تهانينا للسيد علي بن سعيد بن سرود المنصوري على فوز شاهين بالمركز الثالث. تستمر الأشواط وتستمر عجلة دوران المنافسة بعد أن تابعنا معكم الشوط الرابع عشر، والذي ذهب لمصلحة هجام لمسفر بن محمد بن زومان الهاجري، بينما تستمر